اتحاد الفلاحين ومركز النهوض بالصادرات والمجامع المهنية يبحثون سبل دفع تصدير المنتوجات الفلاحية. 4 مترشحين للرئاسية ينسحبون من السباق نحو قصر قرطاج، وفي النشرة تحليل لأسباب هذه الانسحابات وانعكاساتها. اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في القدس الشرقية إثر هجوم يسفر عن استشهاد منفذي العملية ومقتل 4 إسرائيليين. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى نشرة 8 للأخبار. أعلن المدير العام لمركز النهوض بالصادرات عبد اللطيف حمام أن المنتوجات الفلاحية تمثل 10% من إجمالي السلع التي يتم تصديرها. إعلان جاء خلال يوم وطني حول تصدير المنتوجات الفلاحية نظمه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات والمجامع المهنية المشتركة، وخصص لاستعراض مشاكل قطاع تصدير المنتوجات الفلاحية وآلية النهوضية به. الطماطم والبطاطا والأسماك هي بعض من المنتوجات الفلاحية التي تواجه إشكاليات في تصديرها، إشكاليات طرحت خلال يوم وطني حول تصدير المنتوجات الفلاحية وأبرزها غياب الخدمات اللوجستية. احنا ما عندناش وسائل نقل، ما عندناش لا جوا ولا بحرا ولا غيرها، فبالتالي معناها انك تصدر منتوجات فلاحية كيفاش تحبها توصل لأي بلد؟ احنا ليبيا وشوف فما بالك انك باش تحكي على اسواق معناها خليجية، تحكي على اسواق معناتها افريقية، تحكي على اسواق اوروبية اخرى، وهذه معناتها اللي الاشكال اللي نعانيو فيه. مشاكل ينضاف إليها ضعف الإنتاج وضعف التسويق، ما حال دون النهوض بقطاع تصدير المنتوجات الفلاحية حسب ما أعلن مدير عام مركز النهوض بالصادرات. منتوجات أكد كذلك تزايد الطلب عليها بعدة أسواق إفريقية وأسيوية وأوروبية لاكتسابها عدة مزايا. مطلوب أننا نرتقي إلى مرحلة ثانية، أننا نضع أكثر تكنولوجيا، نضع أكثر إنوفيشن يعني تجديد في عملية ترويج وتسويق المنتوجات الفلاحية، ونسعى إلى البحث على القيمة. المهم ليس أن نسوق بأبخس الأثمان، المهم أن نسوق بأفضل الأسواق حتى يكون هنالك قيمة مضافة وقيمة ترجع بالفائدة أولا وقبل كل شيء على الفلاح التونسي ثم على الاقتصاد الوطني ككل. هذا وحسب إحصائيات الإدارة العامة للتجارة الخارجية، فقد سجل السنة الفارطة ارتفاع في قيمة صادرات التمور وصادرات زيت الزيتون مقابل تراجع قيمة صادرات القوارص وصادرات منتوجات البحر مقارنة بسنة 2009 و2000. ويتواصل حديثنا عن الجودة في المنتوجات الخاضعة للتصدير، فمع انطلاق موسم جني التمور بحامة جابس نشطت بعض المؤسسات المصدرة لهذا المنتوج الفلاحي. كاميرا الأخبار زارت إحدى هذه المؤسسات للاطلاع على مراحل تعليب وتصدير أنواع التمور بالجهة. منذ 3 سنوات تم بالحامة من ولاية جابس تركيز وحدة لتكييف وتصدير التمور. مراحل عديدة تمر بها التمور في هذه الوحدة قبل تصديرها بغاية بلوغ أعلى مستويات الجودة، وهو ما ساعد هذه المؤسسة على كسب العديد من الأسواق الخارجية الجديدة. مرحلة المدوات الدقلة، بعدها تقع إدخالها لبيوت التكييف، بعدها قاعة الفرز، ثم معالجتها وغسلها، ثم المرحلة قبل الأخرى هي مرحلة كونديسيونمون تاع السلعة، تقع تعليبها لهنا في الصالة هذه، بعدها يقع في المرحلة الأخرى اللي هي التصدير. عملية تصدير التمور تخضع لمراقبة دقيقة، وتجربة هذه الوحدة الصناعية أثبتت أن هناك تمورا أخرى يمكن تصديرها غير الدجلة، وخاصة منها تمور الكنتا التي تنتجها الحامة بكميات وافرة. بالأساس احنا مهمتنا هي مراقبة التصدير بحد ذاته والركز على الصحة النباتية للمنتوجات، لأن المنتوجات هذه ترافقها شهادة صحية يوقع إسنادها من طرفنا، ترافقها للدول الأوروبية والدول العربية المتوجهة لها المنتوجات هذه.
في هذه الوحدة الصناعية كسب رهان الجودة ساعد على تطوير الإنتاج ومن الرفع من الطاقة التشغيلية بهذه المؤسسة. في الكاف ومع تقدم موسم البذر برزت إشكاليات عديدة من بينها خاصة النقص الحاصل في البذور الممتازة والأسمدة الضرورية. قبل بضعة أيام من نهاية موسم البذر سجلت الجهة نقصا بنسبة تفوق 50% في ثاني أكسيد الفوسفات أو ما يعرف لدى الفلاحين بالدي أبي وبنسبة تفوق 60% في البذور الممتازة. احنا تعرف مازالوا لنا 10 ايام على نهايه البذر في ولايه الكاف والنقص فادح في البذور وفي الاسمده. احنا عندنا في ولايه الكاف 30,000 قنطار بذور ممتاز القمح لا قمح صلب جاتنا منهم كان حوالي 10,000، يعني ثم نقص فادح واضح. بالنسبه للاسمده اللي ماده دي ابي احنا في المبرمجه عندنا 40,000 اكثر من 40,000 ترناطة اجتنا منهم حوالي 18,000. النهارين ثم نحسوا بشويه نقص في ماده الدي ا بي، هذاك هو اللي نجمنا احنا نعملوا في دي بوند كوموند، نعدوا لهم ديما وما تمكناش باش نتزودوا. بعض المزارع لجاء اصحابها الى زراعه بذور لا تستجيب للمواصفات، واضطر عدد آخر إلى الزراعة دون القيام بعمليات التسميد الضرورية، فيما ظلت بعض المزارع تنتظر توفر الأسمدة والبذور. اليوم زرعت الشعير نتاعي زرعته من غير دي ابي، مفقود دي ابي، فهمتني؟ مشكلة في الدي ابي هو المفقود، أما الشتا اللي خليت هنا. ثم بعض فلاح زرعوا ماني نعرفوهم اللي زرعوا من غير دي ابي. وهذه اشكاليه كبيره، اذا كان القمح يتزرع من غير ديابي راهو الروندمون يكون معناها ضعيف برشا. النقص الحاصل في البذور والاسمده بولايه الكاف قد يؤثر على سير موسم الزراعات الكبرى ومردوديه المزارع. أكثر من 2000 شركة تونسية متحصلة على شهادة الجودة، هذا ما تم إعلانه خلال فعاليات اليوم الوطني للجودة الذي انتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقد تم بالمناسبة توزيع الجائزة الوطنية للجودة لهذه السنة على 3 مؤسسات من بين المشاركين في المناظرة. تطور في عدد الشركات المتحصلة على شهادة الجودة، هذا ما أعلن عنه خلال فعاليات اليوم الوطني للجودة، حيث بلغ عدد الشركات التونسية المتحصلة على الشهادات المطابقة للمواصفات أكثر من 2000 شركة بعد أن كانت في حدود 5 شركات سنة 1995. هذا معناها مبشر خير للشركات والمؤسسات التونسية اللي هي تحب تصدر واللي هي تكون معناها عندها تنافسية في السوق المحلية والسوق الخارجية. احنا معناها ملتزمين بالجودة وننادي للجودة وإن شاء الله تكون أكثر مؤسسات تونسية صراحة تكون معناها في البرنامج هذا. وزير الصناعة والطاقة والمناجم أكد على دور الجودة في ضمان استدامة الشركة وتطويرها، وللدولة دور في دعم المؤسسات لبلوغ مراتب الجودة والمنافسة العالمية. أولا هي البنية التحتية اللي تحتها الدولة، ثاني حاجة فيما يخص الخبرة اللي قاعدين نخدم مع دي كابيني نتاع دو ميزا نيفو ودي بروغرام دو كاليتي، وبالبرامج هذوما كونا معناتها خبراء توانسة اللي توا معروفين وحتى توا قاعدين نطلبوا فيهم. وتم خلال فعاليات هذا اليوم توزيع الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2014، وكانت من نصيب 3 شركات من بين 12 مؤسسة مشاركة، حيث فازت بالجائزة الأولى شركة مختصة في البلاستيك والكهروميكانيكا، فيما تحصلت شركة مختصة في تعليب الزيوت على المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة كانت لإحدى شركات صنع العجين. الجائزة هذه تجي تتويج الخدمة اللي تعملت في 12 سنة الأخرانيين، فعلى مستوى الجودة تعرف بالنظام الكل اللي حطيناه في وسط الشركة من في سير العمل متاعنا من دخول الخدامة حتى وين خرجوا القطايع متاعنا، في علاقتنا مع خدمتنا، في علاقتنا مع زاد حرفائنا. هذه الجائزة عندها أهمية كبيرة كما شفتوا، معناتها هذه الجائزة تعمل على حسب مرجع أوروبي اللي معناتها فيه 9 محاور، معناتها مش سهلة الفيزا، التميز والتألق. فعالية هذا اليوم التي حضرها أصحاب الشركات والخبراء كانت فرصة لعرض التجارب والخبرات في مجال الجودة.
النظر في الترتيبات الضرورية وضبط الإجراءات النهائية على مستوى الحكومة التونسية والمتعلقة باقتناء مروحيات عسكرية ذات تكنولوجيا عالية لدعم القدرات العملياتية للقوات المسلحة في مجالي الاستطلاع ومقاومة الإرهاب كانت من أبرز محاور جلسة العمل التي أشرف عليها اليوم رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة. الجلسة التي جرت بقصر الحكومة بالقصبة وحضرها وزير الدفاع الوطني وعدد من سامي القيادات العسكرية نظرت في الخصائص الفنية المتطورة لهذه المروحيات والتي تستجيب لآخر التكنولوجيات الحديثة في الاستطلاع والاستكشاف. بدأت اليوم الجلسة العامة القضائية في إصدار أحكام بات في الطعون في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة والمتعلقة بالنزاعات الانتخابية في مادة الانتخابات التشريعية. بعد المفاوضة أصدرت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أحكاما في 5 طعون في قضايا تم الترافع بخصوصها يوم الخميس الماضي. الأحكام الصادرة تقضي بقبول التعني شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به وتوجيه نسخة من القرار إلى طرفي النزاع، ومنها ما شمل قضيتين بخصوص مقعد عن دائرة القصرين كانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد قضت بإعادته إلى حركة نداء تونس بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية. ضم القضية عدد 50008 إلى القضية عدد 50002 والحكم فيهما بقرار واحد. ثانيا قبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به، ما يعني تأييد الحكم الاستئنافي فيستقر عدد مقاعد حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب عند 86 ويفقد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات نهائيا المقعد الوحيد الذي تحصل عليه. الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أشار بهذا على انصراف الجلسة العامة القضائية للمحكمة مجددا إلى المفاوضة بخصوص 6 قضايا سيتم غدا التصريح بأحكامها. وبالنسبة ليوم 20 نوفمبر التصريح بكل القضايا التي رفعت أمام المحكمة الإدارية أي أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وعدد مجموع هذه القضايا هو 19 قضية. يذكر أن أحكام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية تكون باتة ولا تقبل أي شكل من أشكال التعني ولو بالتعقيب. نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضيتين في حق سليم شيبوب رجل الأعمال وسهر الرئيس السابق بن علي، وقد رفعت الجلسة في انتظار أن تصدر المحكمة قرارها إثر المداولة. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليتي أن شيبوب مثل أمام القضاء في حالة سراح، وهو ما يزال كذلك إلا أنه بقي على ذمة المحكمة التي قضت بتحجير السفر عليه. وأوضح المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بسليم شيبوب فإنه سيمثل أمام أنظار القطب القضائي المالي في قضية فساد أخرى. وكان محامي سليم شيبوب قد صرح أن القضية سياسية بالأساس والملف خال من كل إثبات. اعترض على حكم غيابي كان قد قضى في شأنه بالسجن معتبرا إياه مرتكبا لجريمة مسك سلاح دون رخصة. المناوب أنكر هذه التهمة. الملف ما فيه حتى حجة أو دليل يفيد أنه عنده علاقة بهذه الجريمة أو هذه التهمة، ومبني الملف فقط على تصريحات شخص متهم لقاه عنده سلاح هذا قال اللي هو خذاه من دار سليم شيبوب. المناوب ما عنده حتى علاقة بهذا الشخص. المناوب فقد كل رقابة على منزله يوم 14 جانفي، بمعنى أنه منزله صار يدخله من يشاء ويخرج منه من يشاء ويضع فيه ما يشاء ومتى شاء. شهدت منطقة الحوض المنجمية بقفصة أحداثا جديدا يتمثل في افتتاح دارين لخدمات الضمان الاجتماعي في كل من الرديف وأم العرايس، أحداث اعتبره الأهالي مكسبا للجهة. الغيث أوله قطرة، وهذه القطرة بالحوض المنجمي كانت بشائر خير لأهالي معتمديتي أم العرايس ورديف من ولاية قفصة بافتتاح داري خدمات الضمان الاجتماعي.
هي فيها أعوان ومكاتب لصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض والتقاعد والحيطة الاجتماعية، وبالطبع هي الخدمات الأساسية اللي تتعلق بقبول ملفات تخص القطاع هذا بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين. المولودان الجديدان سيكفيان أهالي المنطقتين عناء التعب والإنفاق المالي لتقترب الخدمات من المواطن حيثما وجد، فكانت الفرحة بهذا الحدث عارمة. بصراحة مشروع جديد وبارك الله فيه، يوم عرس اليوم بكل صراحة يوم عرس في مدينة أم العريس اللي تحلوا ثلاثة فروع، هي الكنام والسينسيس والسنابيس مدينة أم العريس، الشيء اللي قعدنا نستنوا فيه عشرات وعشرات السنين. شحلنا جل المشاكل في معتمدية الضيف، صفتنا احنا كنا نتنقلوا على أبسط الأشياء بأبسط الأوراق، منها شهادة في عدم انخراط في ضمان اجتماعي تكلف المواطن في الرديف 15 دينار. الإنجازان كما ساهم في تقريب الخدمات فقد ساهم أيضا في تخفيف الضغط على المكاتب الجهوية بقفصة، سيما الصندوق الوطني للتأمين على المرض. تبرع حل من الحلول لتقريب الخدمات من المضمون الاجتماعي للجهات البعيدة هذه، وكذلك لتقليص الأجال، وهي ومعناها من شأنها أنها تخفف الضغط على المركز الجهوي بقفصة اللي يشهد ازدحام. ويشار إلى أن هاتين التجربتين ستدعمان في القريب العاجل بطاقم عامل أكثر عددا نحو إرساء منظومة وطنية موحدة للإعلام والتوجيه المهني. هو محور وملتقى وطني نظمته وزارة التكوين المهني والتشغيل بالاشتراك مع وزارتي التربية والتعليم العالية. أشغال الملتقى انطلقت بعد عرض نتائج تشخيص واقع الإعلام والتوجيه المهني بتونس، والتي قام بها خبير أجنبي ومولها الاتحاد الأوروبي، وارتكزت على زيارات ميدانية قام بها فريق العمل إلى الوزارات المتدخلة. عملية تشخيص واقع الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي أفضت إلى وجود العديد من الصعوبات، منها غياب مفهوم موحد للتوجيه المهني بين المتدخلين وضعف عملية التنسيق بين الوزارات الثلاث فيما يتعلق بالإعلام والتوجيه. وزارة التربية تمتلك منذ سنوات عديدة منظومة متكاملة للتوجيه المدرسي والجامعي، لأنه بطبيعة الحال في عملية التشخيص التي وقفنا عند ربما حدود هذه المنظومة التي نسعى من خلال هذا العمل المشترك إلى تطوير نحو منظومة وطنية تضم الجهات الثلاث الوزارات الثلاث، تيسر عملية التوجيه المدرسي طبعا والجامعي، وتعد الناشئة على أحسن وجه لقابلية تشغيلية تكون أفضل سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. نتائج التشخيص ترجمت أهمية إرساء منظومة وطنية موحدة للإعلام والتوجيه المهني، موضوع كان محور ملتقى وطني. التنسيق بين ثلاثة وزارات هو أكيد ومهم، لأنه هو إصلاح التعليم والتكوين وتحسين التشغيلية ما يتم إلا إذا كان فما تنسيق هام ومتكامل بين ثلاث الوزارات في القطاع هذا. لازم تكون ان سيستيم دانفورماسيون متوفر في كل في الوزارات الثلاثة، يعني ما يكفيش، لازمنا نتجاوزوا هذه المرحلة التقليدية نتاع التوجيه، انه هو الفيليير اللي باش تمشي لها وشنو تقرا فيها وإلى غير ذلك. لا، لازم نرشدوا الشاب ولا الولي نتاعو على الفرص التشغيلية، شنو مآل هذاك الفيليير هذاك. أشغال هذا الملتقى تتواصل على مدى يومين، وتندرج ضمن برنامج دعم قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي لدعم التشغيلية. قبل 4 أيام على الاستحقاق الرئاسي و3 أيام على اختتام الحملة الانتخابية، يواصل مرشحو الأحزاب السياسية والمترشحون المستقلون حملاتهم الانتخابية في ولايات مختلفة من البلاد. الحملات اتخذت أشكالا عديدة بين تنظيم اجتماعات عامة والقيام بزيارات ميدانية ولقاءات بالمواطنين. في إطار حملته الانتخابية، زار اليوم المترشح عن حزب صوت شعب تونس للانتخابات الرئاسية العربي نصرة جزيرة جربة، حيث كان الوضع البيئي من أكثر المواضيع المطروحة. آخر مرة جيت لجربة عندي عام ونص تقريبا، كانت صراحة معناها فوجئت اليوم مفاجأة غير سارة، وتأسفت برشا لأن جربة هي جزء كبير من الجمهورية التونسية، ثم بلاد سياحية وتعتبر معناها هي وجه البلاد،
فلما شفت الفضلات وشفت الأوساخ وشفت الأشياء هذه تأسفت برشا ساعة على تونس. كما تحدث نصر خلال اتصاله المباشر مع مواطنين من حمط السوق عن أولويات برنامجه الانتخابية وخاصة مقاومة نسب الفقر المرتفعة في تونس. قبل كانوا يقولوا فما عندنا 4% فقر، لكن اتضح بالمكشوف اللي عندنا أكثر من 40 أو 50%. فأنا طوعت من أجل الناس هذوما باش ناخذ لهم حقهم، باش نقف جنبهم، باش ندافع عليهم، باش نعمل المستحيلات، باش نعدل الكفة ني بلوس ني موان. هذا وأوضح العربي نصر أنه في صورة وصوله إلى كرسي الرئاسة سيستعمل كل النفوذ المسموحة له في تحقيق الاستقرار الغذائي والأمني للمواطن. إحداث قنصل اقتصادي مهمته الأساسية تسويق لصورة تونس وجلب الاستثمارات وعقود التشغيل، أبرز ما جاء على لسان المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية سالم الشايبي خلال لقائه اليوم بالمواطنين بمعتمدية جلمة. القنصل الاقتصادي سيبحث عن عقود شغل وتكون الأولوية في هذه العقود لأبنائنا في المناطق المهمشة والمحرومة. تصوروا كان عندنا معنا علاقات مع 145 دولة في العالم، كل قنصل يجيب لنا 1000 عقد شغل فقط، بالتالي عندنا 145 ألف عقد شغل لأبناء المهمشين. أنا أقول على الملأ اليوم وغدا وحتى آخر ساعة قبل الانتخابات، إذا تبنى أي شخصية سياسية هذا البرنامج الانتخابي قلبا وقالبا نقطة نقطة ومربوطة بأوضاع المهمشين، فأني أعلنها حتى من هنا من جلمة من حرار سيدي بوزيد أنسحب إذا وقع تبني المشروع. لا لم أتقدم على أساس شخصي، تقدمت للانتخابات الرئاسية على أساس أن لي مشروع للشعب التونسي. الشايبي تعهد أيضا بالترفيع في أجور المتقاعدين والأرامل وعمالة الحظائر والعائلات المعوزة في إطار حق المبادرة التشريعية التي يكفلها له الدستور. خلال ندوة صحفية أعلن المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية مصطفى كمال النابلي رسميا اليوم انسحابه من السباق نحو قصر قرطاج، انسحاب نرجعه إلى عدم توفر الظروف الأمنية المناسبة إضافة إلى دخول المال السياسي الفاسد بقوة حسب تعبيره. الظروف اللي قدمنا فيها لترشح هذا أصبحت غير موجودة، متمكنش من مواطن تونسي باش يقوم بالخيار متاعه بصفة عقلانية، والظروف هذه شنية؟ دخول خطاب العنف، خطاب التحريض، ودخول المال السياسي بقوة. انسحاب حمل رسائل عديدة حسب النابلي أراد من خلاله إطلاق نداء من أجل إنجاح المسار الانتخابي. صيحة ونداء إلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها، أنه لا بد كذلك من وقفة جريئة وقوية ضد أنه المناخ الانتخابي يقع تلويثه. وللإشارة فإن الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية هو انسحاب سياسي وليس قانوني، ويعتبر حتى اليوم الانسحاب الرابع. أردت علاقات تعاون وتواصل مع الدولة الجزائرية وفتح سوق للتبادلات التجارية بالحدود التونسية الجزائرية للحد من ظاهرة التهريب من أهم النقاط التي ركز عليها المترشح لرئاسة الجمهورية ياسين الشنوفي في حملته الانتخابية بالقصرين المدينة. بفتح الحدود الاقتصادية ما بين تونس والجزائر، وفتح سوق حر باش الأهل القصرين ينجموا يتحركوا تجاريا واقتصاديا. ومن تصورات المترشح لرئاسة الجمهورية ياسين الشنوفي خلال المرحلة القادمة أن يقع إدماج الجيش الوطني في العمل المدني وتهيئة البنية التحتية، تصور يأتي في إطار تكاتف كل القوى للقيام بالبلاد. تصور هذاك اللي خدك يدخل في العمل المدني في الصفقات العمومية، يعني معك حكوك لي الصفقات العمومية، يعني يدخل بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع الشركات وخدمة الطرقات والجسور مساعدة الدولة. اجتماع شعبي سبقه جولة بالسوق الأسبوعية بالقصرين، اطلع خلاله ياسين الشنوفي على أهم إشكاليات التجار وشباب الجهة. اختار المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية حمودة بن سلامة الشارع الرئيسي بالعاصمة ليتواصل مباشرة مع المواطنين وأن يستمع لأهم مشاغلهم، مؤكدا أن سبب تشابه برامج المترشحين يعود أساسا إلى أن صلاحيات الرئيس محددة في الدستور التونسي. كل واحد داخل بزاد برصيد بمواصفات بمميزات اللي فيها أساسا الخبرة والتجربة والنضال والسمعة، هذا يعني
يقدر يميز مرشح على آخر. كما اعتبر المترشح المستقل أن مسألة الاستقطاب الثنائي من شأنها التشويش على مسار الانتخابات، ومن شأنها أيضا أن تقلص من حظوظ باقي المترشحين، على خاطر يجعل الناخب يتصور ويتوقع ولا يوهموه، يقولوا راه ما عندكش خيار، إما أن تكون مع الشق هذا اللي هو المنقذ، ولا تكون مع الشق الآخر اللي هو ممكن الشيطان. المترشح شدد على أنه سيواصل خوض السباق الرئاسي نفيا صحة المعلومات التي راجت حول انسحابه. في حملة تواصل مباشر مع المواطنين بمدنين، تحدث المترشح المستقل محرز بوصيان عن أولوياته في صورة وصوله للرئاسة. أولويات رئيس الجمهورية بتبيع هي أولويات في الحقيقة متفقين عليها الناس كل. عندنا أولوية أمنية، يلزم استقرار أمني يرجع في البلاد، ثم يلزم استقرار سياسي يرجع للبلاد، لأنه بلاش هذا ما تنجمش عجلة الاقتصاد تعود الدور من الأول جديد. أولويات ركز في جانب منها على خصوصيات الجهات، حيث أكد على ضرورة التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور بين الجهات، إضافة إلى استغلال الممنهج لثروات الجنوب. في نطاق التمييز الإيجابي اللي جاء به الدستور، دستور توافقي، لابد من استعمال التمييز الإيجابي عن طريق هذه الثروات وتوظيفها لهذه الجهات في جزء منها، لأن هي في الحقيقة ثروات وطنية. ثم الميناء التجاري جرجيس، الرو في ولادنا الجالية، يعني اللي أغلبها من الجنوب، يعني طابت في حلق الواد، علاش ما يقاش استغلال هذا الميناء. مع اقتراب الصمت الانتخابي بدأ التنافس على شده بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، في انتظار ما ستفرزه نتائج الصندوق يوم 23 من الشهر الجاري. انتقد مصطفى بن جعفر المترشح للانتخابات الرئاسية في ندوة صحفية للحملة الانتخابية التي لم تتواصل على أساس البرامج الانتخابية حد تعبيره، مقدما بذلك لوسائل الإعلام برنامجه الانتخابي المرتكز على رؤيته للدولة إن فاز بالرئاسة. العمل بتاعي باش يكون في إطار عام، هو إطار دولة المواطنة، نحبوها دولة قوية مهابة، ما هيش دولة تسلطية، مش نبدأوا واضحين، يلزم رد الاعتبار للمؤسسة هذه ولرئيس الجمهورية حتى يكون مهاب، لكن مهاب وماذا بيا نقول محبوب، لأنه مش خارج، ما جاش على تنك، جاء من خلال صندوق الاختراع واختيار شعبي، وهذا يعطيه قوة سياسية ويعطيه قوة معنوية. كما أكد بن جعفر أنه سيؤسس لدبلوماسية مؤثرة وسياسة دفاعية وأمنية ناجعة من أجل خدمة أولويات الاستراتيجية الوطنية، وأنه سيكون قوة دفع وقوة اقتراح ومتابعة في رسم سياسات عمومية عادلة وفي وضع الخطط السياسية الوطنية الصحيحة. في مؤتمر صحفي تحدث المترشح للرئاسية منذر زنيدي للصحفيين ليقدم أهم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، وليقول أن الطبقة السياسية مسؤولة أمام الرأي العام، وأن الحلول ممكنة لتجاوز الوضع الذي تعيشه تونس. اليوم راهو طبقة سياسية هي بيدها مسؤولة قدام الرأي العام، راهو اليوم ما هيش موضوع وعود متاع انتخابات، راهو غدوة لازم الحلول والحلول ممكنة. الاستقطاب الثنائي الذي تشهده ساحة الحملات الانتخابية لبعض المترشحين للسباق الرئاسي علق عليه المترشح للرئاسية منذر الزنيدي بأنه لا يخدم مبدأ المنافسة النزيهة. نفسك علاش خاطر نعتبر برامج خير من البرامج نتاعك بالنسبه لتونس، ولازم نعبر على رايي ولازم نشارك ولازم نقدم برامجي، ومن بعد الشعب التونسي هو اللي باش يختار. الا كان معناتها باش نحدوا من المنافسه وكانه معناتها فما كنزوز، لا ما فماش كنزوز، وتو تشوف ان شاء الله فما العديد من المفاجات اللي باش مش زوز ومش زوز اللي اختاروا بعضهم. ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن نهاية الحملة الانتخابية للسباق نحو قرطاج، ولا يزال المتنافسون يعولون على برامجهم الانتخابية لكسب ود الناخب التونسي للتصويت لفائدتهم. حي التضامن بتونس العاصمة مثل إحدى محطات المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي، الذي أكد أن من أبرز أولويات برنامجه الانتخابي هو القضاء على الفقر والتهميش. أن الدولة بإمكانياتها لا يمكن أن تكون هي المحرك الأساسي للتنمية، الدولة تحط الخطوط العريضة تتلها بالمشاكل الكبرى، لكن في آخر المطاف من سيقوم بالتنمية؟ هو المجتمع المدني، وركز على هذا، هو القطاع الخاص، هو القطاع الأجنبي.
وفي حديثه عن ظاهرة الإرهاب أكد المرزوقي أن الوحدة الوطنية هي أبرز سلاح للقضاء على هذه الظاهرة. ثم أولا هو مواصلة تسليح الجيش والأمن ليقضي على هذه الجماعات، وأنا أذكر اللي تسليح الأمن والجيش بدأ معي فهمني، قبل ما كانش سياسة تسليح الجيش، بدأ معي. الحاجة الثانية هي اللحمة الوطنية، لأنه مثلا شوفي في بلدان رجع فيها النظام القديم تزايدت فيها المشاكل السياسية، الإرهاب دخل مش يعني في هذا الشق ما بين المجتمع والدولة. احنا وقت اللي نكون دولة حاضنة لمجتمعها ومجتمع حاضن لدولته، الإرهاب ما ينجمش يتعدى. وفي صورة فوزه بالرئاسية أكد المرزوقي أنه سيجعل تونس مركز إشعاع ثقافي وعلمي في العالم. وللتذكير مشاهدينا، يمكنكم طبعا متابعة كل جديد يتعلق بالانتخابات الرئاسية على الموقع الإلكتروني الذي خصصته التلفزة التونسية لتغطية المسار الانتخابي، ويمكنكم من خلاله متابعة آخر أخبار الانتخابات الرئاسية، القوانين والإجراءات التي تحددها، مشاهدة الروبورتاجات التي تتابع تحركات المترشحين للرئاسة عبر مختلف مناطق البلاد، وكذلك حصص التعبير المباشر الخاصة بهم، وبقية روبورتاجات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. في الموقع أيضا خرائط تفاعلية ومتابعة حينية لبيانات نسب المشاركة والنتائج الأولية خلال يوم الاقتراع. عنوان الموقع wotaniya1.n/election2014. ويمكنكم أيضا متابعة تغريدات ومنشورات التلفزة التونسية على تويتر وفيسبوك. وسجل السباق سلسلة انسحابات بلغت إلى حد الآن الأربعة، من جملة 27 تم قبول ترشحاتهم للرئاسية. وتطرح هذه الانسحابات دواع مختلفة حسب المعنيين بها، ما سيزيد من حصر السباق الانتخابي. 5 أيام من ذهاب الناخبين إلى الاقتراع في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، بات عدد المترشحين للسباق الرئاسي 23 مترشحا، من جملة 27 مضمنة أسماؤهم في ورقة الاقتراع الرسمية، وستبقى كذلك وفق القانون الانتخابي. كان محمد الحامدي عن حزب التحالف الديمقراطي وعبد الرحيم الزواري عن الحركة الدستورية من أول المنسحبين، وتم أمس تسجيل انسحاب المستقلين مصطفى كمال النابلي ونور الدين حشاد، وبالتالي هناك انسحابان لمتحزبين ومثلهما لمستقلين. سبق لأحد المترشحين أيضا وهو محمد الهاشمي الحامدي عن طيار المحبة أن أعلن انسحابه ثم عاد عنها قبل الحملة، متمسكا بحظوظه في السباق نحو قرطاج. دواعي الانسحاب اختلفت لدى المترشحين، فالحامدي غادر السباق لما حققه حزبه من نتائج في التشريعية، والزواري أنهى الترشح لما عده تفاعلا مع متطلبات المرحلة وعدم تفتيت الأصوات. أما النابلي فقد فسره بوجود مناخ غير ملائم يسود الحملة الانتخابية الرئاسية. ولدى حشاد فإن أمر الانسحاب يعود إلى ما وصفه بالاستقطابين السياسي والمالي. مع الانسحابات الأربعة فإن شيئا من الخزان الانتخابي للمترشحين سيختار آليا وجهة سياسية أخرى، وسيزداد مشهد الاختيار انحصارا أكثر رغم توسعه حد اللحظة، خصوصا أمام الناخب المتردد. كما يطرح السؤال لماذا الترشح أصلا ثم الانسحاب لأعلى منصب في الدولة، والإجابة هي إما أن يعود الانسحاب إلى قراءة فعلية للواقع الانتخابي، أو إلى ما يوصف رياضيا بتسجيل نقطة في سلم الترتيب السياسي لأي استحقاق انتخابي قادم. في كل سباق سواء كان تشريعيا أو رئاسيا تحصل انسحابات، وهو أمر معمول به في الديمقراطية، بل تصل آليا إلى ترك منصب رئاسة الحزب عند كل فشل انتخابي. ومع العد التنازلي ليوم الحقيقة الانتخابية، لا يستبعد المتابعون للشأن السياسي تسجيل مغادري اللحظة الأخيرة للمعركة الانتخابية. ولمزيد من التحليل يحضر معنا في الاستوديو السيد صلاح الدين الجورشي، الاعلامي والمحلل السياسي. بداية سيد جورشي، طبعا نشكرك على تلبية الدعوة. سيد جورشي، هل تعتبر ان الانسحابات المسجلة الى الان مرتبطة بواقع يعني انتخابي وربما قراءة تامة له، ام ان بعضها يمكن وصفه بالتكتيكي يعني سياسيا؟
هو أولا يعني الانسحاب حق من حقوق أي مرشح، يعني عندما يلاحظ بأن المسار الانتخابي لم يعد في صالحه. ومن ناحية ثانية إلى حد الآن هذه الانسحابات تكشف عن أن الأسباب التي أدت بأصحابها إلى الانسحاب متعددة. هناك من رأى بأن حظوظه تكاد تكون معدومة في الاقتراب على الأقل من الموقع الثاني. هناك من رأى بأنه ينتمي إلى عائلة سياسية مشتركة بينه وبين أحد المرشحين البارزين، وهذا بطبيعة الحال رأى بأنه نوع من الدعم للمرشح الأكثر حظوظا. هناك من انتقد المناخ الانتخابي، وخاصة تم التركيز على دخول المال السياسي. إذن الأسباب متعددة، ولكن العبرة ليست بمن يترشح، ولكن بمن سيستفيد من هذه الانسحابات من السباق الرئاسي. نعم سيد جوشي، هذه الانتخابات حسرت نوعا ما المشهد الانتخابي، هل لديها تأثير جزئي على توزيع الأصوات؟ وهل يمكن أن توجه الخزان الانتخابي نحو مرشح أو مرشحين ربما؟ من وجهة نظري هذا بطبيعة الحال سيكون في صالح إحدى الأطراف. وما تتسم به الحملة الانتخابية الآن أنها تتجه إلى استقطاب ثنائي، وهذا ما شعر به معظم المرشحين الآن، وكأننا نتجه إلى تنافس ثنائي حاد بين شخصيتين أساسيتين هما الباجي قايد السبسي ومنصف مرزوقي، دون أن يعني ذلك أن بقية المرشحين أو على الأقل بعض العناصر النوعية ما زالت يمكن أن تحدث المفاجأة فيما تبقى من الأيام. لكن عندما ينسحب بعض الأطراف التي كما قلت هو من نفس العائلة أو من نفس الإطار المرجعي، فإنه يفترض بأن جزء من جمهور هؤلاء الذين انسحبوا سيتجه إلى أحد المرشحين الرئيسيين اللذين الآن يغذيان حالة الاستقطاب الثنائي. هل تتوقعون يعني حصول ربما في الأيام القليلة القادمة انسحابات أخرى من السباق الانتخابي الرئاسي؟ شخصيا لا أستبعد أن تكون هناك انسحابات خلال غد وبعد غد، أي قبل الدخول في الصمت الانتخابي، وهذا مفهوم لأنه الآن تتضح المسافة الكبيرة بين من لهم حظوظ في عملية الانتخابات الرئاسية وبين من ليس لهم حظوظ، وبالتالي ترتيبهم يأتي في 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 الحد الأدنى من الوجود الانتخابي. إذن أنا في رأيي أنه لا يستبعد بأن بعض المرشحين سيعلنون عن انسحاباتهم، وأن بعض المرشحين الآخرين سيعلنون انضوائهم أو انتمائهم أو انحيازهم لأحد المرشحين. نعم الآخرين. يعني هل يمكن أن ترجح كفة مرشح ما، خاصة أن عديد التصريحات السياسية هذه الأيام تقر بوجود استقطاب ثنائي سيد جورجي؟ يعني إذا اعتمدنا على ما مراصد صبر الآراء التي هي إلى حد الآن غير عملية غير مشروعة قانونية، ولكنها معمول بها وأحزاب عديدة وأطراف عديدة تعتمد عليه، يمكن أن نقول بأن المسافة تقترب بشكل ملحوظ بين السيدين الباجي قايد سبسي والمنصف المرزوقي، وربما ستكون عملية الحسم لصالح هذين المرشحين. نعم السيد صلاح الدين الجورشي الإعلامي والمحلل السياسي، طبعا نشكرك على الإيجاز وعلى هذه التفاصيل. نعم، تواصل منظمات المجتمع المدني عملها حثيثا لملاحظة سير الانتخابات الرئاسية، وقد اتخذت بالتوازي مع ذلك عديد المنظمات قرارات تعديلية داخلية لتلافي بعض الإخلالات. في المقابل تعمل الهيئة العليا على تجاوز بعض الإخلالات المسجلة والتفاعل مع المنظمات الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات. هذه المنظمات التي قدمت تقاريرها مفصلة للعموم وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخذت أيضا قرارات داخلية تعديلية، فعتيد ومن بين أكثر من 3000 ملاحظ سحبت اعتمادات ما لا يزيد عن 10 ملاحظين، مؤكدة أنها ستنشر 4000 ملاحظ داخل وخارج الجمهورية. وبدورها تواصل مراقبون رصدها لسير الحملات الانتخابية باعتماد تقنيات رقمية واستحداث آليات عمل ستمكن من تبادل أسرع للمعطيات،
ستوزع 4000 ملاحظ لمتابعة العملية الانتخابية. أخذنا بعض القرارات فيه معناتها سحب الاعتماد، فيه بعض التجميد إلى آخره، إلى أن نتثبت معناتها من مصداقية مثلا، فما مواطنين يبعثونا يقولون راه الملاحظ نتاعكم ما تلزمش بمبدأ الحياد، وأنا الملاحظ نتاعكم عمل هكا، نحن نتحراو. لكن فما اللي معناتها كما قلت لك 8 ولا 10 اللي سحبنا لهم الاعتماد في تونس وفي الخارج زادة. احنا عندنا 5000 معنا ملاحظ متحصل على التصريح، يوم الاقتراع نقولوا 4000 متواجدين، فما جانب كبير خير ويلتحقوا بالهيئات الفرعية، والناس اللي تتخلف على التكوين ما تحضرش بالطبيعة ما هيش باش تراقب. وفي المقابل تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تجاوز ما تم تسجيله من إخلالات خلال الانتخابات التشريعية بمراجعة قائمات أعضاء المكاتب، وستعتمد تقنيات جديدة منها مثلا اعتماد مسطرة تمنع الإمضاء خارج الخانة المخصصة للناخب أثناء أدائه الواجب الانتخابي، كما قدمت خلاصة ما تم تسجيله من إخلالات لدى بعض الملاحظين والمراقبين. الإخلالات هذه مش برشا، أغلب المنظمات اللي جاتنا كانت منضبطة جدا وقامت بعمل مهني متميز، فما بعض الإخلالات اللي رصدناهم وخذينا ضدهم الإجراءات، فما حتى إجراء جزائر احنا مش نقيموا هذه الإخلالات، نسمعوا نعطيه الفرصة للناس الكل باش نسمعوهم شنو ردكم، على خاطر راهو الإخلالات هذه اللي حسن الحظ موثقة بالفيديو. بعثة الاتحاد الأوروبي التي قلصت من عدد أعضائها إلى 20 عضوا خلال الانتخابات الرئاسية أكدت أن اختيار الأعضاء يتم حسب قواعد أهمها الكفاءة والخبرة، مؤكدة أن عمليات الرصد والمتابعة متواصلة. وقد وصف نائب رئيس البعثة سير الحملات الانتخابية الرئاسية بالهادئة. نتابع الحملات الانتخابية عبر وحدة رصد مختصة تحلل كل ما يتم بثه إعلاميا، وأيضا كل القرارات الصادرة عن هيئتي الانتخابات والاتصال السمعي البصري، كما نتابع على الميدان سير الحملات الانتخابية التي تبدو هادئة عموما. هذه المنظمات الوطنية والدولية أجمعت في رصدها على جملة من التجاوزات التي تشوب بعض الحملات الانتخابية الرئاسية، منها الخطابات المتشنجة والعنيفة وخطابات متجاوزة لصلاحيات رئيس الجمهورية وعدم توازن الظهور الإعلامي بين عدد المترشحين. وفي متابعتنا لأبرز المحطات العلمية والمهنية للمترشحين للرئاسة، والذي اعتمدنا في تقديمه على الترتيب الذي أقرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نتعرف اليوم على مسيرة المترشحين المستقلين المنذر زنايدي ومحمد المنصف المرزوقي. المنذر الزنيدي أصيل ولاية القصرين، من مواليد 24 من أكتوبر سنة 1905. تابع دراسته العليا بباريس بمدرسة المهندسين ثم بالمدرسة العليا للإدارة. بعد تخرجه عاد إلى تونس ليلتحق بوزارة الاقتصاد الوطني. عين سنة 1983 مديرا عاما لديوان التجارة، ثم كاتب دولة للصناعة سنة 1987. بعدها شغل منصب وزيرا للنقل سنة 1994، ثم وزيرا للتجارة والسياحة، وآخرها كان وزيرا للصحة سنة 2011. بعد الثورة غادر المنذر الزنيدي التراب التونسي باتجاه فرنسا. محمد المنصف المرزوقي ولد في 7 جويلية سنة 1945 في غرومبيليا. أحرز على الدكتوراه في الطب من جامعة ستراسبورغ وعلى الإجازة في علم النفس من كلية السربون بفرنسا، ليعود إلى تونس سنة 1979 حيث عمل أستاذا مساعدا بقسم الأعصاب بجامعة الطب بتونس. أسس مع ثلة من رفاقه المجلس الوطني للحريات سنة 1997، وترأس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سنة 1989، وقد اختير أول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان. سنة 2001 ساهم في تأسيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وفي نفس السنة غادر إلى المنفى. بعد اندلاع الثورة عاد المرزوق إلى تونس لينتخب رئيسا مؤقتا للبلاد من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وعالميا الآن، قتل 4 إسرائيليين وجرح 7 آخرون في هجوم على كنيس يهودي صباح اليوم في القدس، ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وتوعد بالرد.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية بعد مقتل 4 إسرائيليين وجرح 6 آخرين في هجوم على كنيس يهودي. الهجوم الذي أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عنه أسفر أيضا عن استشهاد منفذي العملية. هذه العملية التي جاءت يوما بعد العثور على سائق فلسطيني مشنوقا في حافلته في القدس الغربية. وردا على هذا الهجوم شنت قوات الاحتلال حملة واسعة في الأحياء العربية بالقدس أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين، كما أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جهاز الشرطة باتخاذ إجراءات أمنية فورية. عاجل القوات هون ضربوا غاز، ضربوا رصاص مطاط، كسروا كل العفش الموجود في البيت. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد من جهته بالرد وألقى مسؤولية الهجوم على حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي عقد اجتماعا طارئا لدرس تداعيات هذا الهجوم والذي أدان مثل هذه العمليات التي تستهدف المدنيين والمقدسات من الجانبين. في الوقت الذي ندين هذا العمل أيضا ندين الاعتداءات على الحرم القدسي وعلى الأماكن المقدسة وعلى حرق المساجد والكنائس. احتقان ميداني في القدس يأتي بعد أيام من التوتر في المدينة نتيجة الاقتحامات المتكررة للمستوطنين اليهود للمسجد الأقصى وفرض قيود على دخول الفلسطينيين إليه. دخلت قوات الأمن العراقية اليوم مصفاة بيجي، أكبر مصفاة نفطية في البلاد، لأول مرة بعد أشهر من المعارك مع مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذين كانوا يحاصرونها. وأكدت مصادر أمنية عراقية أن استعادة المصفاة يمكن أن يعطي دفعا للقوات الحكومية التي تسعى لإعادة الاستقرار إلى البلاد التي تواجه أسوأ أزمة أمنية منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003. قال الجيش الأوكراني اليوم إن 5 من جنوده قتلوا شرق البلاد خلال 24 ساعة الماضية، في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير إلى إجراء محادثات أزمة في كييف وموسكو. وتأتي زيارة شتاينماير لكييف في الوقت الذي تصاعدت فيه أعمال العنف شرق أوكرانيا، واتهمت فيه الحكومة الأوكرانية والغرب روسيا بإرسال جنود وأسلحة عبر الحدود لدعم الانفصاليين الموالين لها هناك، وهو اتهام ينفيه الكرملين. وفي أخبارنا الرياضية لهذه النشرة، أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم وضع اللمسات الإعدادية الأخيرة لملاقات المنتخب المصري غدا في الساعة 8 مساء بملعب المنستير ضمن الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا. بأسبقية التاريخ ونشوة التأهل المبكر لنهائيات الأمم الإفريقية، يستضيف المنتخب التونسي الباحث عن الأداء الممتع غدا نظيره المصري بملعب المنستير. حاضرين احنا ان شاء الله نعمل ماتش به ان شاء الله غدوة، شرفوا به تونس ان شاء الله الكل، ان شاء الله نعملوا وجه مرضي ان شاء الله. صحيح بوم انا صحيح ترش، احنا ما زلنا نلعب على الكلاسمون الاولاني بالطبيعة، معناها باركور عملناه مش ساهل معناها، ونحب نكملوه معناها كما قلت لك في الكلاسمون الأول وقدام جمهورنا أون بليس، فنحبوا نفرحوا جمهورنا. إكمال مسيرة التأهل للمحفل القاري بانتصار على الجار المصري رهان أكد ضرورة تحقيقه المدرب جورج ليكينز في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم بالمنستير. سنعمل ما في وسعنا للمحافظة على صدارة المجموعة، فرغم صعوبة مواجهة المنتخب المصري فلن ندخر أي جهد من أجل تحقيق فوز مقنع. المنتخب الوطني المتعب من مشقة رحلته إلى بوتسوانا سيسعى غدا إلى تأكيد جدارته بالمنافسة على اللقب الإفريقي بعد نحو شهرين بغينيا الاستوائية. سعيا إلى مزيد نشر رياضة الكرة الحديدية بمختلف جهات تونس، احتضنت مدينة مدنين نهائية البطولة الوطنية لمختلف الأصناف، تظاهرة شارك فيها عشرات اللاعبين من مختلف الرابطات الجهوية.
على مدى يومين تستضيف مدينة مدنينة مرة أخرى نهائيات بطولة تونس فردي في كل الاختصاصات لرياضة الكرة الحديدية بمشاركة نوادي الرابطات الأربع بمختلف جهات البلاد. يشارك في هذا المهرجان الرياضي الهام بما يقارب 80 لاعب يمثلون الأندية المترشحة لهذه الأدوار من الرابطات الأربعة، رابطات الوسط والجنوب وأيضا ورابط تونس الشمالية وضواحيها. أبطال تونس الموسم الماضي في كل الأصناف وآخرون يبلغون الأدوار النهائية في هذه المسابقة للمرة الأولى تنافسوا لحصد ألقى بهذه النهائيات وضمان المشاركة ضمن عناصر النخبة الوطنية في التظاهرات الدولية القادمة. نخدموا باش نحسنوا رياضتنا نتاع الكره الحديديه، ورياضتنا راهي ناقصه شويه في الاعلام، ورياضتنا قاعده تجي في نتائج وبطولات عالم. باش نطوروا يعني اكثر لازم التدريب الدائم المتواصل، يعني القطاع التدريب لا نحاولوا نضيفوا نحسنوا امكانياتنا. نجاح تنظيم نهائي بطوله تونس للكره الحديديه فردي بمدينه مدنينة محطه جديده لنشر هذه الرياضه في مختلف ربوع البلاد في انتظار انجاز مركب رياضي متكامل في هذا الاختصاص من قبل رابطه الجنوب للكره الحديديه بمدنينة. بين جمال الطبيعة وسحر الصحراء بعنق جمل من ولاية توزر انطلقت اليوم منافسة ماراثون الواحات في دورته العاشرة بمشاركة عشرات المتسابقين من تونس ومن دول أوروبية مختلفة. من جنسيات أوروبية وعربية مختلفة وجمعيات تونسية تجمع أبطال العدو للإعلان عن انطلاق أولى مراحل ماراثون الواحات في دورته العاشرة. تظاهرة رياضية سياحية ثقافية كانت أولى محطاتها عنق جمل من مدينة نفطة. بالقدوم إلى تونس والمشاركة في الماراثون أحقق حلما يراودني منذ سنوات. إحساس جميل بالحرية وبنشوة اكتشاف الصحراء. مرحلة أولى بمسافة 20 كيلومتر مثلت الانطلاق الناسح لهذه الدورة. باركور صعب شوية كما ترى، الصحراء والتراب ومناخ صعب شوية. الحمد لله الواحد حط في قلبه عطي اللي عنده وتكلصينا اللون. 120 كيلومتر هي المسافة الكاملة لماراثون الواحات الذي سيتواصل على محطات عديدة في الجنوب التونسي. مواقع سياحية وتضاريسية متنوعة ستمثل فرصة مهمة للرياضيين لمزيد اكتشاف ثراء الجهة بالمواقع الطبيعية وعمق مخزونها التاريخي والثقافي والحضاري. انعقد اليوم بالعاصمة ملتقى الفنانين والفاعلين في المجال الموسيقي لتسليط الضوء على الهيكل الجديد لأيام قرطاج الموسيقية التي ستلتئم من 14 إلى 21 من شهر مارس القادم برئاسة حمدي مخلوف. أيام قرطاج الموسيقية أريد لها أن تقطع مع ما كان يعرف بمهرجان الأغنية التونسية، وسيسجل انفتاحه على المشاريع الإذاعية المحلية والعربية وكذلك الإفريقية. دعم المشاريع الفنية التونسية والعربية والإفريقية المتوسطية من خلال تغيير محتوى برامج المسابقات في أيام قرطاج الموسيقية ومضامينها وطريقة إسناد الجوائز التي ستشمل كل العروض فردية كانت أو جماعية من النقاط التي تم التطرق إليها في لقاء الفنانين والفاعلين في المجال الموسيقي اليوم. فما التنيت الذهبي أحسن مشروع للتظاهرة، بعد فما تنيت فضي وبرونزي للتقسيم للعزف الفردي وحده والمجموعات وحدهم، وفما جوائز أخرى. من هذه الجوائز جائزة زرياب، وهي جائزة تكريمية تأتي في إطار شراكة بين مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة والجمعية المتوسطية ماد 21. الهيكلات الجديدة لأيام قرطاج الموسيقية تضمنت كذلك إقامة معرض للصناعة الموسيقية سيجمع العديد من الفاعلين في صناعة وترميم الآلات الموسيقية وبيع الكتب والإنتاجات الموسيقية وتهيئة الاستوديوهات.
هيكلة جديدة يرى أصحابها أنها تتماشى مع متطلبات العصر، لكنها تثير الكثير من التساؤلات لدى الموسيقيين والفنانين. أثارت بعض التساؤلات لأنه فيها العديد من المبادئ الجديدة والعديد من التصورات اللي ممكن الوسط الفني ما فهمهاش، بحكم أن قعدنا يعني متعودين بالنسخة القديمة متاع مهرجان الأغنية أو مهرجان الموسيقى التونسية. يوم صارت برشا حاجات توضحت، الرؤية توضحت شوية في الندوة هذه، ويظهر لي وقيت باش ننظر المسألة الإبداعية من زاوية أخرى، ونحاول أن الموسيقى التونسية ما تكونش معناها منغلقة على نفسها. أيام قرطاج الموسيقية في نسختها الجديدة ستخرج من العاصمة في اتجاه الجهات، وستكون سنوية ودولية لإبراز الإبداعات الموسيقية والانفتاح على الآخر في جو من التنافس. وأذكركم مشاهدين الآن بعناوين النشرة: اتحاد الفلاحين ومركز نهوض بالصادرات والمجامع المهنية يبحثون سبل دفع تصدير المنتوجات الفلاحية. 4 مترشحين للرئاسة ينسحبون من السباق نحو قصر قرطاج، وفي النشرة تحليل لأسباب هذه الانسحابات وانعكاساتها. اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في القدس الشرقية إثر هجوم يسفر عن استشهاد منفذي العملية ومقتل 4 إسرائيليين. وطبعا مشاهدين، المجال مفتوح لكم للتواصل معنا وإبداء آرائكم ومقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني للتلفزة الوطنية انفؤاد تونسيا tv.tn. انتهت نشرتنا، أشكركم على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.